السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا لله حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. النهارده حبايب قلبي باذن الله هنخش المطبخ نعمل العظمه دي. حبايب قلبي عملنا ايه؟ عملنا عيش باللحمه وعيش بالصدق ما شاء الله. حبايب قلبي باذن الله ان شاء الله هتشوفوا الطريقه وتعجبكم وتجربوها وتطلع معاكم احسن من انا ما عمل معاها. ايه هنحط مع جنب منه ايه حبايب قلبي؟ الليمون اللي احنا كنا معصفرينه مع بعض، واللفت اللي احنا كنا ملاحينه برده ان شاء الله، ومعانا كابوتشا ما شاء الله. حبايب قلبي ده الفطار بتاعنا النهارده، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. يلا بينا على المطبخ حبايبي نشوف احنا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. النهارده حبايب قلبي ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض عيش باللحمه في البيت، وهنعمل صدق برده حبايب قلبي في العيش. كل ده ان شاء الله بالعجينه اللي احنا هنعملها مع بعض، ومعايا طبعا الفلفل والطماطم دول عشان الصدق، والبصل عشان خاطر اللحمه. حبايب قلبي مش هحط ولا بقدونس ولا شبت في اللحمه المره دي ان شاء الله باذن الله. حبايبي هنجربها كده زي اللي بتيجي من بره ان شاء الله، بتبقى زي العسل. حبايب قلبي معايا حبايب قلبي هنا ايه؟ معايا ده نص كيلو دقيق، طبعا 3 كوبايات ونص بالكوب المعياري اللي انتم متعودين معايا بيه، تمام كده. حطيت عليه ايه حبايب قلبي؟ حطيت عليه ذره ملح وحبه ومعلقه سكر صغيره، وهنا حبايب قلبي دوبت حته خميره، ربع حته خميره كده حبايب قلبي على قد صوابعك كده، ماشي. ان شاء الله باذن الله حبايب قلبي هنقلب كده المكونات الجافه كده مع بعض ان شاء الله باذن الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. وهنعمل ايه حبايبي؟ مدفيه طبعا ميه، هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنفضي الخميره كده، وهنجيب الميه الدافيه كده حبايب قلبي زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي الله اكبر كده حبايبي. وهنبدا بقى ان شاء الله ان احنا ايه نحط الميه الدافيه حبه بحبه حبايبي، عشان ايه نشوف هل يا ترى هنحتاجوا ميه كتير ولا هتبقى الميه كويسه بالنسبه لنا كده. الحبه اللي احنا حاطينهم ما نحوا ما ندلقش وخلاص زي ما احنا متعودين يا حبايب قلبي، تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي اللي هو اكبر. لو الفيديو عجبكم يا حبايب قلبي حطوا لي لايك، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. طبعا الحاجه لسه متجمده سواء كانت اللحمه او الصدق، عمل طبعا ما العجينه تخمر ان شاء الله، يكونوا هم فكوا ان شاء الله، ونقطعهم ونشوف احنا هنعمل ايه مع بعض حبايبي. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. ما ننساش اخواتنا في غزه حبايبي وفلسطين، ندعي لهم انظار غايب، ربنا يفك ضيقتهم ان شاء الله باذن الله، ويجعله شهر كريم وفضل واسع عليهم وعلينا وعلى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. يرحم امواتهم وامواتنا واموات المسلمين اجمعين، يشفي مرضانا ومرضاهم ومرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب، اللهم امين. ما ننساهمش حبايب قلبي، ربنا يا رب يفك كربهم ان شاء الله ويصلح حالنا وحالهم وحال المسلمين اجمعين يا رب. اللهم امين يا رب، اللهم امين. كده حبايب قلبي زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، نفضل مع العجينه لحد مع دي لحد ما نحس ان هي ايه خلاص بقت عجينه كويسه معانا، مش هنحتاج ان احنا نحط اي حاجه تاني. نعجن بقى بشويه الماء اللي احنا حطيناهم لحد ما نشربهم للدقيق، تمام كده بسم الله ما شاء الله، لحد ما تسيب ايدينا حبايبي. وبعد كده ان شاء الله هنحط لها حبه زيت صغيرين، هتبقوا معايا برده حبايب قلبي واحده واحده، خليكم معايا. بص حبايب قلبي العجينه بقت عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله. هنعمل ايه بقى حبايب قلبي؟ هتلاقيها بتلزق في ايديك حاجه بسيطه كده، روح حاطه لها حبه زيت صغيرين خالص كده زي ما انتم شايفين، نلم بيها بس العجينه حبايب قلبي، وتسيب الايه البتاع اللي احنا بنعجن فيه كده زي ما انتم شايفين. ثابت العجينه، ثابت الكرونه حبايب قلبي زي ما انتم شايفين العجينه بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي الله اكبر، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. بس طبعا عجينه العيش بتفضلي تعجني فيها شويه كتار كده عشان تديكي النتيجه الحلوه حبايب قلبي اللي احنا عاوزينها، نعجنها كويس جدا تمام كده. حبه الزيت اللي احنا حاطينهم هم دول يا دوبك بتاع معلقه حبايب قلبي بتاعت اكل كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي الله اكبر، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم يا رب ان شاء الله. الطريقه بتاعتي تعجبكم، وجربوا العيش باللحمه بتاعي ده ان شاء الله ويطلع معاكم احسن ما انا ما عملت، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. شايفين يا حبايب قلبي؟ شايفين بسم الله ما شاء الله. مقدار الميه بقى ما اقدرش اقول لك على المقدار، ليه؟ لان انت بتحطي وعلى حسب، بس طبعا بتحطي بالتدريج زي ما احنا متعودين على حسب بقى العجينه الدقيق بتاعك ما ياخد، في دقيق بيشرب سوائل وفي دقيق لا، زي ما احنا متعودين ومتفقين مع بعض على الحاجه دي، تمام كده. بص حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله، شايفين العجينه بقت عامله ازاي ما شاء الله؟ شايفين بسم الله ما شاء الله،
كده حبايب قلبي ان شاء الله هسيبها بس في مكان تختمر، ولما تختمر ان شاء الله يكون الحاجه فكت من التلج نرجع نشتغل. هرجع معاكم تاني، ربنا يصلح حالي وحالكم وحال المسلمين يا رب. حبايب قلبي اكون ضيفه خفيفه واكون فعلا قادره اوصل معلومه واكونوا بتستفادوا مني. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين يا رب العالمين. يدي كل منا اللي بيتمنى ويدينا ويرضينا كلنا ان شاء الله، يكبر بخاطرنا ان شاء الله وخاطركم وخاطر المسلمين اجمعين يا رب العالمين. خليكم معايا يا حبايبي لما تخمر العجينه ان شاء الله وارجع اشتغل فيها. اهي حبايب قلبي كده ان شاء الله هسيبها بقى تختمر، واول ما تختمر ان شاء الله هنرجع نشتغل فيها. خليكم معايا حبايب قلبي. رجعت معاكم بعد ما طلع الخمير، طبعا العجين ده اختمر ماشي وقرصناه كده حبايب قلبي. عملت ايه بقى حبايب قلبي؟ خرطت طماطمايه وقرن فلفل، نص قرن فلفل حامي على نص قرن فلفل بارد. طبعا احنا صايمين ما ينفعش ناكل حاجه حاميه حبايبي عشان المعده. وحطيت عليها ملح، ملح وحبه فلفل اسمر، وحطيت عليهم قص الصدق وحطيته تمام كده حبايب قلبي. هنا بالنسبه للحمه زي ما قلنا مش هنعمل عليها شبت ولا بقدونس. عملنا ايه؟ خرطت بصلايه صغيره وحطيت عليها فلفل اسمر وملح ودعكتها فيها حبايب قلبي تمام كده. كده ان شاء الله باذن الله هنبدا نشتغل. هنفرد بقى حته العجينه كده حبايب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. نفرد الرغيف كده حبايبي كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم كده. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. افضلي بقى معايا كده، خليكم بس معايا حبايب قلبي. اجيب بس الفراده وارجع معاكم تاني. بس حبايب قلبي فردت بقى كده ماشي، فردت الرغيف. نحط بقى اللحمه بتاعتنا حبايب قلبي كده زي ما انتم شايفين. نقسم بقى اللحمه اللي معانا على ايه؟ على الرغيفين حبايب كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله الرغيف يبقى مليان كده. تاكلي بقى عيش باللحمه حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله، تتني دي كده وتتني بقى على كده 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 كده. بنقفل كده حبايب قلبي زي ما انتم شايفين عشان اللحمه ما تطلعش ايه بره كده زي ما انتم شايفين حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي اللي هو. خليكم معايا بصوا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله كده خلصنا اهو. اجي اول رغيف من اللحمه تمام كده ان شاء الله باذن الله حبايب قلبي. اخلص بس الكميه كلها واوريهولكم. خليكم معايا شايفين حبايب قلبي بقى، ادي العيش باللحمه وادي الصدق. بسم الله ما شاء الله. نعمل ايه بقى حبايب قلبي عشان نبقى زي الراجل؟ نيجي على الوش نروح رشين عليهم ايه سمسم كده زي ما انتم شايفين، وانضف كمان من الراجل حبايب قلبي. يكفى ان انت نخله دقيق وعجنان انت عارفه انت عامله ايه. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم حبايب قلبي ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين. انضف كتير حبايبي من احنا نشتري من بره ونرفع بقد كده. طب وعلى ايه حبايب قلبي؟ احنا نعمل في البيت افضل افضل وانضف يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله حبايب قلبي. كده هندخله ان شاء الله المولع الفرن بس يسخن، وكلي بقى احلى عيش باللحمه وعيش بالصدق، حاجه كده روعه روعه فاخر من الاخر حبايبي بالامانه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم ان شاء الله حبايب قلبي. هدخلهم الفرن ولما يستووا ان شاء الله هوريه لكم. يا رب حبايب قلبي جربوا الطريقه بتاعتي وتعجبكم ويطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. ربنا يصلح حالي وحالكم وحال المسلمين. ما تنسونيش حبايب قلبي تحطوا لي اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. خليكم معايا حبايب قلبي ادخل الفرن ولما يطلع هوريه حبايب قلبي. رجعت معاكم بعد ما طلع من الفرن، شايفين يا حبايب قلبي؟ بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي الله اكبر. شايفين يا حبايب قلبي طري ازاي؟ شايفين عامل ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله حبايب قلبي، حاجه كده تحفه تحفه بالامانه. جربوه ان شاء الله يطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. حبايب قلبي في ناس ممكن تقول لي انت عامله الرغيف كبير قوي، لا هو مش كبير قوي ولا حاجه، هو بدل ما نحط الرغيفين على بعض انا عملت رغيف واحد عملته على اثنين كده. بسم الله ما شاء الله حبايب قلبي. يعني لو انت عملتي الرغيف على زي ما انت عايزه زي ما بنجيبه من عند الراجل هيطلعوا لك 6 رغيف يا حبايب قلبي تمام كده. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. يا رب الطريقه بتاعتي تكون عجباكم وان شاء الله تجربوها وتطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. ما تنسونيش في دعوه حلوه، ما تنسوش تحطوا لي لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. صلوا على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تذكروا لي يا حبايبي لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.